بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج سين عين صاد من الدمام، يقول: شيخ، في آخر العام الهجري ترسل في الجوالات رسائل بطلب الاستغفار في آخر العام، فهل لهذا أصل وتسمى هذه حملة المستغفرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاستغفار مطلوب من المسلم في كل وقت، خصوصا إذا حدث منه ذنب فإنه يبادر بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا في كل وقت، لا في آخر العام فقط. وكذلك يسرع الاستغفار في آخر الليل للأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وهذا في كل ليلة، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا في كل ليلة لا في آخر العام فقط. وكذلك يشرع الاستغفار بعد السلام من الصلاة المفروضة مباشرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك الاستغفار بعد أداء العبادات، لأنه قد يعتريها شيء من النقص. وهذا ما في كل وقت لا في آخر العام. فتحديد آخر العام للاستغفار أو طلب الاستغفار في آخر العام هذا لا أصل له، فهو بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الذي يروج في الجوالات في آخر العام من حملة الاستغفار هذا بدعة، والذين يدعون إليه دعاة إلى البدعة، يجب الحذر منهم. نعم. الشيخ صالح، يعني هذه الرسائل التي تأتي، وأيضا كذلك يوم الجمعة يقول: جمعة مباركة، أكثروا لي من الدعاء، أنشر تؤجر. هذه الجوالات استعملت لأجل ترويج الخرافات، فهي فرصة لهم، لأنه لا تذكر أسماءهم ويطلبون من الناس كذا، ولا يلتفت إلى ما في الجوالات من هذه الطلبات، خصوصا أمور العبادات فلا بد من ثبوتها بدليل صحيح من الكتاب والسنة. نعم. هل هناك دعاء للسنة الجديدة؟ لا دعاء ولا شيء خاص للسنة الجديدة، هذا كله من المبتدعات. نعم. فضيلة الشيخ، يعني في تعاقب العوام والسنوات ومر هذه الأيام فيها عبر ودروس، أبرز هذه الدروس الذي يعتبر بها المؤمن؟ قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، آخر الآيات. فلا شك أن في مرور الليالي هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وذكر الله والاستغفار والدعاء في البكور وفي الأصال أمر مطلوب في أول النهار، في أول الليل، في ساعات الليل، في ساعات النهار. مطلوب من المسلم أن يذكر الله وأن يستغفر وأن يدعو في كل وقت، ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. الأخ أبو مهند له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الأسئلة ويقول: فضيلة الشيخ صالح، إمام المسجد يقرأ بنا في الصلاة الجهرية من البقرة وحتى الناس، سنختم كل 3 أشهر أو كل شهرين حسب القراءة والتطويل، هل هذا وارد؟ هذا لم يرد، وهذا فيه إحراج للناس،
فيه إحراج للناس وفيه أيضا تغرير بالناس يظنون أن هذا السنة، وأن يقرأ القرآن في الفرائض، يقرأ كل القرآن في الصلوات المفروضة ويختم، هذا من الأمور التي لا أصل لها، بل يقرأ ما تيسر من القرآن. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلتزم بقراءة القرآن كله في الفرائض، وإنما يقرأ ما تيسر من السور والآيات. هكذا قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. قال للرجل الذي يعلمه الصلاة: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا مصري مقيم بالرياض يقول: الشيخ صالح، سمعت أن كتب العلامة ابن دقيق العيد والذي يعد من العلماء البارزين هناك بعض الملحوظات في كتبه، فنريد أولا نبدأ مختصرة عن حياة هذا الرجل وعن أبرز هذه الكتب. هذا الرجل هو الإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، إمام جليل ومحدث من المحدثين، وله كتب معتمدة عند العلماء، منها شرح العمدة، عمدة الأحكام، وهو كتاب مشهور، وله غيرها من، وله كتاب الإمام في أحاديث الأحكام، وهو إمام جليل. فهذا الذي يقول إن عليه ملاحظات يبدي هذه الملاحظات ويبينها، وليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم ليس بمعصوم، قد يخطئ ولكن خطأه مغفور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إذا كان أهلا للاجتهاد ومؤهلا للاجتهاد فإنه يغفر له الخطأ الذي لم يتعمده، ولكن على السائل أن يحدد هذه الملاحظات التي ذكرها أو نقلها عن غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأيكم في تفسير البغوي؟ تفسير جليل، وهو من التفاسير المعتمدة، وهو تفسير على عقيدة السلف الصالح، ومؤلفه محي الدين البغوي، هذا إمام جليل يسمى محي السنة، وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. للأخ السائل يقول: الصلاة على الموتى وفيهم أطفال صغار، هل يكون الدعاء لهم عاما أم يخص الأطفال بدعاء مخصص؟ يدعو للجنائز التي يصلي عليها من كبار وصغار بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للصغار أيضا، يستغفر لأبويهم، ويدعو أن يشفعهم الله في أبويهم، يدعو للكبار وللصغار. نعم. يقول: حفظكم الله، الإمام الذي يصلي بنا الفريضة خاصة في صلاة الفجر يقرأ من المصحف، هل في ذلك بأس؟ نعم، هذا لا أصل له، الله جل وعلا قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيقرأ ما تيسر من حفظه، وهذا لا يحتاج إلى المصحف، السور القصار، السور المفصل، يقرأ ما يحفظ ولا يحتاج إلى المصحف. نعم. يقول: ما الأجر المترتب على صيام يوم عاشوراء، وإذا أفرد العاشر فقط من غير صيام يوم قبله بعده؟ الأجر المترتب عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية، ففيه أجر عظيم، وهو مكفر للسيئات التي مرت في السنة الماضية كلها، هذا فضل عظيم. وصوم يوم عاشوراء فقط يجزي، لكن الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوما قبله، وإذا لم يمكن صيام يوم قبله يصوم يوما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسامة إسماعيل يقول: ما الأفضل، أريد أن أحج إن شاء الله العام القادم، هل أحج مفردا أو متمتع، وما الفرق بينهما، وأنا راتبي قليل، فما الأفضل من الناحية المادية، وجزاكم الله خيرا؟ لا، من حيث الإطلاق تمتع أفضل، أو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه ونفدي يذبح فدية، هذا أفضل الأنساك. ثم من بعده القران، أن يحرم بالعمرة والحج مقترنين، طوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، وعليه الفدية، عليه الفدية لأنه نوع من التمتع.
لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد فهو متمتع عليه الفدية، والإفراد أن يحرم بالحج فقط من دون عمرة، هذا على حسب حال الشخص، فيفعل ما تيسر له من هذه المناسك الثلاثة، إن شاء يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا على حسب ما يتيسر له، ولكن إذا لم يستطع ذبح الهدي للتمتع أو للقران فإنه كما قال الله جل وعلا: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة الأخ عبد العزيز السلامة من أوثال يقول: الشيخ، ما هي شروط المسح على الخفين وخصوصا في أيام الشتاء؟ فبعض الناس فضيلة الشيخ تجلس عليه هذه الشراب وهذه الخفين أكثر من ثلاثة أيام. المسح على الخفين مدى الغسل الرجلين هذه رخصة سهل الله بها على عباده، لكن يشترط شروط لمسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارب الساترة. الشروط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل رجليه، فإذا غسل رجليه يلبس الخفين ويمسح عليهما لمدة ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وللمقيم يوم وليلة يمسح عليهما، بشرط أن يكون ساترين للرجلين، لأن يكون غافيين على الرجلين الكعبين فما أسفل، وأن يكون صفيقين لا يرى من ورائهما لون الجلد، ليس بمخرقين ولا شفافين، بل يكون ساترين، لأن الخف إذا أطلق يراد به الخف السليم الساتر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، إذا طلب من طالب العلم أن يفتى في مسألة، فمتى يفتي طالب العلم في ذلك؟ وما هو الضابط حفظكم الله؟ وما توجيهكم أيضا لمن يتسرع في الفتوى مأجوري؟ طالب العلم إذا كان عنده أهلية للجواب، يعني يكون عالما بالجواب وأيضا عنده دليل من الكتاب والسنة على ما يقول، فإنه يفتي السائل، يفتيه بعلم. أما إذا لم يكن عنده علم ولا استعداد للجواب فإنه يقول لا أدري، ويحيل السائل إلى من هو أعلم منه ولا يتحمل المسؤولية وليس عنده علم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ عبد العزيز عن موضع التكبيرات التي يرفع المسلم يديه في الصلاة، وهل هي سنة أم واجبة؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح، لا تنعقد إلا بها، وأما بقية التكبيرات الانتقال فإنها واجب من واجبات الصلاة، وأما رفع اليدين عند التكبير فيرفع في أربعة مواضع أو ثلاثة: موضع الأول عند تكبيرة الإحرام، موضع الثاني عند الركوع، موضع الثالث عند الرفع من الركوع، على ثابت في الأحاديث، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ مصري ومقيم في جدة يقول: فضيلة الشيخ، أولا أريد من الشيخ أن يحدثنا عن مقام إبراهيم في مكة وعن الصلاة خلفه، ومتى بني؟ جزاكم الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم ليس بنا، إنما هو الصخرة التي قام عليها وهو يبني الكعبة عليه الصلاة والسلام، كان يقف عليها وترتفع به وتنخفض به حسب الطلب، فجعل الله هذه الصخرة مقام إبراهيم وشرع الصلاة عندها، فإذا فرغ من الطواف فإنه يأتي إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه، يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي خلفه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من الطواف أتى عند مقام إبراهيم وتلا هذه الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عنده ركعتين تسمى ركعتي الطواف، ولا يصلى عنده غير ركعتي الطواف، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرهما فيصلي في الحرم داخل المسجد الحرام في أي مكان أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول: أنا مقصر في السنن الرواتب وأيضا في صلاة الليل، فما أقل صلاة الليل؟ وهل أجر أول الليل مثل الثلث الأخير؟ صلاة الليل ليس لها حد، يصلي ما تيسر له، وأقلها الوتر، أقلها الوتر،
وهو سنة مؤكدة، ويقوم مع الوتر قبله، ويقوم قبل الوتر ما تيسر له من قيام الليل، ولو يصلي قبل الوتر ركعتين سمى يعني بالشبع، وما زاد عليهما فهو أفضل، وآخر الليل أفضل من أوله. من وثق من قيامه في آخر الليل، تأخير الوتر إلى آخر الليل مع ما تيسر من القيام قبله هذا أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ أبو إبراهيم، كيف تؤدى زكاة عروض التجارة؟ هل في نهاية الحول؟ إذا تم الحول على القيمة التي استريت بها العروض فإنها تثمن بما تساوي عند تمام الحول على قيمتها، وتدفع زكاتها ربع العشر من القيمة المقدرة لها في ذاك الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. أم عبد الله من الدمام تقول، رجل نوى الأضحية ولكنه قصر من شعره ناسيا، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما دام لم يتعمد، فليس عليه شيء. وأما إذا كان مذاكرا ومتعمدا فإنه منهي عن ذلك، منهي عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته حتى يذبح أضحيته في أيام العشر، عشر ذي الحج. تقول الأخت أيضا فضيلة الشيخ، كيف يجمع المقيم والمسافر للحج بين الأضحية والفدية؟ لا مانع من ذلك، ولكن إذا ذبح الفدية فإنها تجزي عن الأضحية، لكن لو أراد زيادة الأجر فإنه يذبح الأضحية والفدية جميعا في منى أو في مكة أو في حجاج مكة، ويتصدق ويأكل منهما. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ تقول الأخت أيضا، أرملة عندها أيتام، فهل تلزمهما الأضحية وهي غير قادرة ماديا؟ الأضحية ليست واجبة لا على القادر ولا على الفقير، إنما هي سنة مؤكدة، وتكون عن الصغير وعن الكبير وعن الحي وعن الميت، لأنها صدقة وفيها تقرب إلى الله جل وعلا، وفيها إحسان إلى الناس لحومها ومنافعها. فإذا كان موسرا فإنه لا ينبغي له ترك الأضحية، بل إن بعض العلماء يرى وجوبها على الغني، ولكن الصحيح والراجح أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. تقول فضيلة الشيخ، في العام الماضي طلب مني أحد الإخوة، ومن عادته أنه يحج على الناس، طلب مني 8500 ريال لكي يحج عن ابني المتوفى، فأعطيته هذا المبلغ، وعندما تحققت من الأمر وجدت أن تكاليف الرحلة لا تكلف أكثر من 5500 ريال، الزيادة في ذلك فضيلة الشيخ هل هي صحيحة له؟ النائم في الحج أو العمرة إذا كان قصده المال فإنها لا تصح منه، لا يصح منه الحج ولا العمرة إذا كان قصده المال. أما إذا كان قصده الحج أو العمرة طلب الأجر له وللمنوب عنه، فإنه يأخذ من المال ما يعطى وما يدفع إليه بدون اشتراط، يأخذ ما يدفع إليه بدون اشتراط، وإن أخذ قدر ما ينفق في الحج أو العمرة فهذا هو الأحسن والأفضل له. أخيرا فضيلة الشيخ، الأخت مرام تقول، في الوضوء بالنسبة للمرأة، كيف تمسح المرأة على رأسها إذا كان الشعر طويل؟ تمسح على رأسها على ما فوق منابت الشعر كاملا، وأما ما نزل من الضفائر أو من الشعر فلا يشرع مسحه، إنما يمسح ما فوق الرأس فقط. نعم. أخيرا تقول الشيخ، أنا كثيرة النذر، هل أقوم بنذر واحد أم بعدة مجموعات من النذر؟ كل نذر له حكم، لكن بشرط أن يكون نذر طاعة، قال صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا كان نذر طاعة، صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة، فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر. قال تعالى، وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر عبادة، إذا نذره الإنسان وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، ولا تتداخل النذور، كل نذر له حكمه. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. هذه تحية من مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء.